هنا في منتجع بجبال الألب السويسرية يجتمع زعماء العالم سعياً للحصول على توافق أوسع نطاقاً بشأن مقترحات السلام الأوكرانية في قمة غابت عنها الصين ووصفتها روسيا بأنها مضيعة للوقت. يشارك في القمة أكثر من 90 دولة، لكن غياب الصين على وجه الخصوص قلل من الآمال في أن يظهر الاجتماع روسيا على أنها دولة معزولة عالميا. تركز المحادثات على المخاوف الأوسع التي أثارتها الحرب مثل الأمن الغذائي والنووي، إذ أعلنت واشنطن على لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس عن أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات في مجال الطاقة والمساعدات الإنسانية الأوكرانية، ليشيد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالحضور الواسع باعتباره نجاحاً لبلاده، مؤكداً أن ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يكون الأساس لكل خطة عمل. في قمة السلام الثانية يمكننا إصلاح النهاية الحقيقية للحرب. الآن نبدأ هذا الطريق معاً. علينا أن نثبت أن العالم الموحد هو عالم يسوده السلام وعالم يعرف كيف يتصرف بشكل صحيح. في مقابل منح التصعيد الذي تنتهجه الدول الغربية نحو روسيا، ترى تركيا والمملكة العربية السعودية أن تحقيق أي تقدم ملموس يتطلب مشاركة روسيا. كان بالإمكان أن تكون هذه القمة أكثر توجهاً نحو الحل إذا شاركت فيها روسيا، وهي الطرف الآخر في النزاع. تركيا مستعدة دائماً لتسهيل الحوار كما فعلت دائماً، وهي تواصل دعمها بقوة لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها. يربط الغرب رفع العقوبات عن موسكو بمجرد انتهاء الحرب وانسحاب قواتها من أوكرانيا، لكن الكريملين يرى أن ذلك مرهون بموافقة كييف عن التخلي عن طموحاتها في حلف الشمال الأطلسي وتسليم 4 أقاليم تطالب بها موسكو. أمام الشروط الغربية والشروط الروسية المضادة، يبدو السلام بعيد المنال حتى الآن، رغم محاولات تركيا تحريك المياه الراكدة لإعادة الحياة للمشاورات بين موسكو وكييف. عمر أبو ثواب، ترتي عربي.